انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بداية برحب بكل الإخوة والأخوات المتابعين وبفكر حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أول حلقة هو الرد على تعليق جالي من شخص واضح أنه منصر، فقررت اعمل الحلقة دي مخصوص علشان ارد على سؤاله، لان سؤاله بصراحة بيحتاج لحلقة كاملة. فالتعليق بيقول: تحياتي لك يا شيخ نهى، وعندي سؤال، وهو سيبك من النصارى الكفار وخلينا وعرفينا ايه اللي كان سبب ان ربنا فتح عينك على الاسلام وجماله، واشرحي قلبنا احنا كمان علشان نغير زيك، وايه رأيك في جمال سورة النساء خاصة النساء 24 وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إيمانكم بذمتك ده مش إعجاز؟ وردي النهاردة هيكون موجه للأصدقاء المسيحيين البسطاء اللي بيتابعوني علشان يفهموا الحاجات اللي صعب إنهم يسألوها للقساوسة علشان أشيل من عليهم الحرج وما يتعرضوش لمضايقات منهم. أما بقى المنصرين أمثال اللي سأل السؤال ده ما يفرقش معايا خالص، لانه اصلا بيسأل مش علشان يعرف الحقيقة، لانه ده شغله وهو بياخد مقابل مادي على كده، انما هو بيسأل علشان يعايزني اجاوب اتكلم من الاسلاميات. ولذلك هرد من خلال المقارنات بين المسيحية والاسلام، ونترك الحكم للمشاهدين المسيحيين وهم بنفسهم يفكروا ويقرروا الصح فين. عموما واضح جدا خوف المنصرين من حديثي عن سبب ترك المسيحية، لأنهم عارفين ومتأكدين المشاكل العقائدية اللي فيها، ولذلك قال سيبك من النصارى الكفار. فيا أيها المنصر المندس، أحب أقولك ما ينفعش تبني عقيدة جديدة على عقيدة قديمة. لازم أشرح الأسباب اللي علشانها تركت المسيحية، وبعد كده أقول الأسباب اللي أقنعتني بالإسلام. فأنا عرفت حقيقة المسيحية فتركتها، وعرفت إن الإسلام هو الدين الصحيح فاعتنقته. اعتنقت الإسلام علشان أتبع تعاليم المسيح اللي جه علشان يبشر بملكوت الله، واللي حكم على اللي بيعبدوه كإله ببطلان عقيدته لما قال في مرقس 7:7: وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. المسيحيين عبيد للكهنة والقساوسة، وبيتحكموا فيهم بسر الاعتراف، وبيتدخلوا في كل سر من أسرار حياتهم. أما في الإسلام مفيش وسيط بين المسلم وبين خالقه، واعتنقت الإسلام لأنه عبادة لإله واحد مفيش وسيط بيني وبينه. اتعرض علي المال والسفر للخارج والمساومة على ولادي علشان أرجع للمسيحية، لكن في المقابل اعتنقت الإسلام من غير أي إغراءات سواء مال أو تهديد. ودلوقتي هشرح بالتفصيل ليه أنا أمنت بالإسلام. أولا منطقية العقيدة، فالله في الإسلام واحد في ذاته، لا شبيه له في أفعاله، لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله هو الأحد الذي لا يشاركه شيء، لا في الوجود ولا في التدبير ولا في الخلق ولا في الكمال. أما المسيحية ففيها شرك بالله، والدليل ان في صلاة اسمها صلاة الصلح او القداس الغريغوري، وده نسبة الى القديس غريغوريوس اللاهوتي، وفيها نص صريح للشرك بالله.
أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشرير كم الآن. معنى كده ان المسيح مشترك في الخلق مع الله، اي في خالق وهو الله وخالق اخر وهو المسيح. وموضوع الشرك ده بيأكده الأنبا رفائيل في شرحه للثالوث لما قال احنا مش بنؤمن بالتوحيد، احنا بنؤمن بالثالوث. المسيحيين مش واخدين بالهم بسبب الثقافة غير المسيحية اللي داخلة في دماغتنا غصب عننا، ليل ونهار ميكروفونات متسلطة تدخل جواك فكر مش مسيحي. فكلكم بتؤمنوا بالتوحيد غصب عنكم، لكن احنا بنؤمن اصلا بالايه؟ الثالوث. وفي مسيحيين بيعترفوا ان الثالوث من ضمن العقائد اللي ما تدخلش العقل الارضي، وعقيدة صعبة على الفهم. لذلك كتب واحد مسيحي في أحد المنتديات وقال: ليه سؤال لكل متنصر ومتنصرة، عابر وعابرة، هل حسيت في بعض الأحيان إنك مش قادر تفهم عقيدة من العقائد المسيحية، أو حسيت إنها لا تدخل العقل الأرضي البشري؟ ولنأخذ مثل الثالوث الأقدس. وكمان في طالبة مسلمة سألت قس مسيحي عن التثليث، فكانت الإجابة: تشغيل عقلنا في هذا يجعلها أكثر صعوبة. The Trinity in general, how does that make Christianity a monotheistic religion if the Trinity, yeah. I mean I see it as three different. I know you do. Yeah, I know you do. It's I can define it easily. Getting our brains around it is a little bit more difficult. Three distinct persons, one God. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Ghost. The Holy Ghost is not the Father. But the Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. إذن المسيحية ضد العقل تماما. وعلشان كده اتبعت دين التوحيد الخالص وتركت دين التثليث والشرك. وفكرة المسيحية ضد العقل روج ليها بعض المنصرين ورجال الدين المسيحي. فتعالوا نشوف ونسمع بيقولوا ايه. لما انا درست الانجيل ما جذبتنيش العقائد، ما جذبتنيش فكرة ان الله اب وابن وروح قدس، مش ده اللي جذبني. بالعكس احيانا بيخليك عندك مشكلة تفسرها ازاي. ما جذبتنيش عقيدة انه ابن الله، ده مش كان هو الهاجس. بالعكس احيانا بيخلق عندك اسئلة اكتر ما بيجذبك، صح ولا لا؟ واحد بيقول انا عندي مشكلة كبيرة جدا، ما عنديش إيمان بالرب يسوع إنه هو الله، وعندي شك في ألوهية المسيح. الله بذاته بسر عظيم أخلى نفسه وترك مجده ورضي ياخد شكل العبد وجلنا هنا في صورة الناس عشان يخلصنا. فاللي جه في صورة عبد ده هو ربنا، هو ربنا. لو شغلت عقلك بس، العقل لوحده هيقول ده مش ربنا. يعني اللي على الصليب بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، منين ده يكون ربنا؟ بس طبعا الناس مش فاهمة. اللي بيموت على الصليب ومات على الصليب ازاي يكون ربنا؟ بس الناس مش فاهمة. اللي بيرضع من أمه ازاي يكون ربنا؟ بس الناس مش فاهمة. فالعقل لوحده يقول لك ده مش معقول يبقى ربنا. لكن العقل مع الروح القدس ايه؟ العقل مع الروح القدس، الروح القدس يقنع الانسان بربوبية المسيح. انت واقف قدام ألوهية المسيح وشاكك طبعا ان اللي بيرضع من امه ده ربنا، مش معقول طبعا، مش معقول، حاجة ما يقبلهاش العقل. اللي بيموت على الخشبة ده يبقى ربنا؟ لا. اللي عذبوه وعملوا وسووا فيه يبقى ربنا؟ لا. كل ده بالعقل مرفوض. لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. توكل على الرب بكل قلبك. أو أول حاجة تساعدك تتكل على ربنا، وقف دماغك.
وبرضه ده مش سهل، لكن على الأقل محاولة. توكل على الرب بكل قلبك، وشوفوا اللي يأكدها على فهمك، لأن هو ده اللي بيعطل. على فهمك لا تعتمد. أمال الحل إيه؟ الحل هو في الروح القدس. يعني إيه في الروح القدس؟ يعني تدقر دماغك في المسيح العيل اللي بيرضى، في المسيح اللي بيموت على الخشبة، في المسيح اللي بيهزقوه يضربوه يعملوه يسلموه. رجال دينكم اللي بتقدسوهم اعترفوا ان العقائد المسيحية ضد العقل وضد المنطق، اما الاسلام يدعو الى التفكير والتدبر واعمال العقل. فالانسان مطالب شرعا ان يفكر تفكيرا صحيحا يستطيع من خلاله ان يميز بين الامور ويحكم على الاشياء والاشخاص ويبتكر ويبدع في جميع المجالات. وأكثر التعبيرات التي وردت في هذا الموضوع قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وده بيدل إن الإسلام بيحترم عقل الإنسان، لأن الإسلام فرض على كل من له عقل التمييز ويفكر ويعبر عن رأيه من دون مصادرة لحقوق الآخرين، خاصة اللي بيختلفوا معاه في الرأي. علشان كده أنا فكرت كويس واعتنقت الدين اللي بيقولي فكري واستخدمي عقلك علشان توصلي للحقيقة. ومن الحاجات اللي ضد العقل في المسيحية إن الإله مكون من ثلاثة آلهة، ونزل إلى رحم امرأة وتولد زي أي طفل بيتولد، وبعد كده اتاخد واتصلب ومات واندفن ثلاث أيام، وده العذاب على إيد بشر ضعاف لا حول لهم ولا قوة. ثانيا، موثوقية القرآن، لأنه الكتاب الوحيد اللي لم يتغير عبر 14 قرن من الزمان مسؤول عنه شخص واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى مجامع مسكونية تقرر المقدس من غيره، ولا يحتاج إلى علم نقد النصوص. وعلشان علماء المسيحية عارفين إن المسيح ما كتبش الإنجيل ولا حتى أمر التلاميذ إنهم يكتبوه، اعترفوا إن الإنجيل مش كتاب منزل من الله ولا موجود في اللوح المحفوظ. والقس فهيم عزيز في كتابه مدخل إلى العهد الجديد صفحة 76 يقول هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو عيسى بلغة القرآن. فالمسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين، وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح المحفوظ، ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها. ويوضح فاضل سيداروس في كتابه يسوع المسيح في تقليد الكنيسة صفحة 18 الفرق بين القرآن الكريم والكتاب المقدس، إن القرآن هو كلام الله، أما الكتاب المقدس فهو تقليد كنسي. فيقول وهنا تكمن أهمية التقليد الكنسي، فالأناجيل نفسها قد بنيت على التقليد، فهي مجموعة تقاليد جماعية جمعها الإنجيليون بحسب هدف لاهوتي خاص بكل واحد منهم. وفي ذلك اختلاف عن القرآن مثلا، فليس هو ثمرة تقليد جماعي، بل هو بالنسبة إلى المسلمين كلام الله الذي أنزله من دون أن يكون للإنسان أي دور فيه، ويقتصر دور محمد على تبليغه فقط. وصدق الله إذ يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثالثا، منطقية القرآن. القرآن ما فيهوش إله يحزن ويتأسف، فحزن الرب إنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه وبيندم، فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه ويتعب ويستريح. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، ويصحى من النوم سكران ومخمور، فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. بل يقرأ في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. فالقرآن عمل فلترة وتنقية للي اعتقدوا اليهود والمسيحيين في الذات الإلهية، فكان بمثابة تكريم للأنبياء والملائكة اللي تم إهانتهم في التوراة والإنجيل. رابعا، تسامح القرآن. حث القرآن المؤمنين على التحلي والتمسك بالعفو والتسامح في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. فلا يقرأ في القرآن ما يقرأ في الكتاب المقدس، منها ما جاء في سفر يشوع 6:21: وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وسفر صموئيل الأول 15:3: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. فالكتاب المقدس يدعو للقضاء بحد السيف على الرجال والنساء والأطفال والبقر والغنم والحمير. أما القرآن فيقول عن المؤمنين به: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. خامساً، تكريم القرآن للمسيح. الإسلام كرم السيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة مريم أشد تكريم، لدرجة إن في سورة كاملة في القرآن باسم مريم، وما فيش أي سورة في القرآن باسم زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حتى أمه السيدة آمنة. واسم السيدة مريم عليها السلام اتكرر في القرآن 31 مرة. كمان سيدنا المسيح عليه السلام ذكر في القرآن 25 مرة، وباسم المسيح ذكر فقط 9 مرات، في حين أن اسم النبي محمد لم يذكر إلا 4 مرات فقط. والدليل على تكريم الإسلام للمسيح قول الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. فده كان تكريم المسيح في القرآن. أما المسيحية متمثلة في الكتاب المقدس اللي بيؤمن به النصارى أهانت السيد المسيح عليه السلام، وقالت عليه إنه من نسل زواني باعتراف علماء المسيحية. لأن راحاب الزانية من أهل أريحة لم تكن من بني إسرائيل ولا تناسلت من بني إسرائيل ودخلت في الشعب وصارت من جدات السيد المسيح. يعني أنت معترف معايا إن نسل يسوع زواني وزانيات وأولاد زنا، صح؟ أيوه أنا ما قلتلكش لا. مية هو مختار، هو ده اللي أنا إيه؟ هو ده اللي هو ده اللي طيب. وهذا قليل من كثير. ونظرا لضيق الوقت لصارت الكثير والكثير من المقارنات بين الإسلام والمسيحية، بس ممكن أعرض مقارنة من بعض نصوص الكتاب المقدس مع بعض آيات القرآن الكريم واللي بتتكلم في نفس الموضوع. ومنها على سبيل المثال الكتاب المقدس بيقول:
لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. القرآن الكريم بيقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب معناه التعب. اتنين، الكتاب المقدس بيقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني. أما القرآن الكريم بيقول لا يضل ربي ولا ينسى. ثالثا، الكتاب المقدس بيقول فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. القرآن الكريم بيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. رابعا، الكتاب المقدس بيقول حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع. القرآن الكريم بيقول إن ربي لسميع الدعاء. خامسا، الكتاب المقدس بيقول افتح يا رب عينيك وانظر. القرآن الكريم بيقول إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وفي مقارنات أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، سوف أقدم حلقة منفصلة بعنوان إله الإسلام وإله المسيحية إن شاء الله. وده كان ردي على الجزء الأول من تعليق المنصر المندس. أما بقى ردي على الجزء الثاني واللي بيقول فيه وإيه رأيي في جمال سورة النساء وخاصة وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بذمتك مش ده إعجاز. أولا، معنى المحصنات من النساء أي المتزوجات، يعني لا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. سؤالي ليك بقى، إيه رأيك أنت بقى في النص الموجود في كتابك واللي بيقول لنا أخت صغيرة ليس لها فديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ عندنا أخت صغيرة ما عندها صدر، نعمل إيه لأختنا يوم عليها يتكلموا؟ بذمتك دي مش تعتبر نبوءة عن السيليكون؟ بذمتك ده مش إعجاز؟ عموما في ناس من المسيحيين ما سمعوش الكلام ده قبل كده وهيتفاجئوا بيه زي ما انا اتفاجئت بيه لما عرفته لأول مرة، وده اللي خلاني أقول إنه مستحيل يكون الكلام ده كلام من وحي الله. وبنصح أصدقائنا المسيحيين إنهم يفكروا ويفتشوا الكتب زي ما أمرهم المسيح في الكتاب المقدس، لأن القساوسة من مصلحتهم إنكم ما تفكروش. واللي مش مصدقني يسمع التصريح ده من الأنبا مارك أوسكوف باريس اللي وضح حاجة مهمة جدا هم بينفذوها، فتعالوا نسمع بيقول إيه. هي إيه الأرثوذكسية حبايبي؟ ما هي الأرثوذكسية؟ الأرثوذكسية آسف يعني باللفظ يعني كده بالبلدي بيننا وبين بعض يعني كده ومش للنشر، بيننا وبين بعض أرثوذكسية أنك تحط وشك وظهر اللي قدامك وتمشي على خط مستقيم، دي الأرثوذكسية. لكن الأرثوذكسية لا فيها تحليل ولا فيها نقد ولا فيها اعتراض ولا فيها أي حاجة، ما تبقاش أرثوذكسية لو عملت كده هو. الأنبا مارك بيقول الكلام ده بيننا وبين بعض، ولكن يشاء الله أن يسمع هذا الفيديو وهذا التصريح كل الناس مسيحيين ومسلمين علشان يعرفوا كويس كمية الاستغفال اللي بيستغفلوه لشعب الكنيسة المسكين. فعايزين الشعب المسكين زي قطيع الغنم يمشي ورا الراعي بدون تفكير، الراعي بقى يوديه البحر علشان يشرب، ايوه يوديه للذبح مش مهم، المهم ان ماشي ورا الراعي وخلاص وعلى حسب اهوائه، وانت بقى ونصيبك. فيا صديق المسيحي، فانت المفروض عليك تفكر وتختار، اما تروح للنجاة او تساق شاه للذبح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.